الدائرة صفحة 370. أولا تعريف المصطلحات. O دائما أو غالبا، إذا ما كان في لبس في المسألة فبيكون هو مركز الدائرة. أنا ممكن أحيانا يكون مركز دائرة رمزه M، رمزه O، A، B، فبيتم التنويه. بس لما ما بيكون في حكي خلاص O هو المركز. ال O A، A مين هي؟ A نقطة من محيط الدائرة. إذا وصلنا بين مركز الدائرة وأي نقطة من محيطها فنحصل على نصف قطر اللي رمزه R، غالبا R صغيرة. أحيانا بنسمي R كبيرة، لا الكبيرة القطر هو 2R. بس لما يكون في عندي دائرتين مثلا داخلية وخارجية بقلب بعض، فواحدة بسميها R كبيرة وواحدة R صغيرة. لما يكون في دائرتين أو ثلاثة بنسميه أنصاف أقطارهم R1 R2 R3 وهكذا. فهون نصف القطر يعني اللي هو R أو الـ R هي نصفه. المماس، المماس بيشترك مع الدائرة بنقطة واحدة. في عنا خاصة مهمة من خواص المماس، أو أهم خاصة والوحيدة تقريبا، إنه بيتعامد مع نصف القطر. الوتر، الوتر هو قطعة مستقيمة تصل بين نقطتين من محيط الدائرة. لو مر بصير قطر. يعني وتر، القطر هو وتر أطول الأوتار. القوس، هلا أي نقطتين على محيط الدائرة بيحصروا قوس. هن بالأحرى بيحصر قوسين، لأنه A B من هالطرف وفي من هذا الطرف. فلما بيكون في عنا لبس فمنحدد نقطة، مثلا بقول لك القوس A C B، فقصدي هذا وليس اللي من على اليمين. نعم يا محمد. هذا الشكل اللي تحت هي نقطة تصل بين قطعة تصل بين نقطتين. نقطتين على الدائرة. القاطع. استاذ محمد يوسف، في مشغولين شيء نحسب بعدين طول القوس؟ نعم. في هلا رح ناخذ قانون. القاطع هو مستقيم بيشترك مع الدائرة بنقطتين. يعني المماس هو مستقيم بيشترك معها بنقطة واحدة، أما القاطع بنقطتين. أو في تعريف آخر إنه بيبعد عن مركز الدائرة أقل من نصف القطر. أما المماس بيبعد عن مركز الدائرة بعد يساوي نصف القطر. القطر هو وتر يمر بالمركز. هلأ هون سبعة كلهم سوا مشان تقارن بيناتهم. هاد النقاطع اشترك مع الدائرة بنقطتين، وهاد مماس اشترك مع الدائرة بنقطة واحدة. في عنا لسه شغلة هون، مستقيم هذا خارج الدائرة، هاد لا يشترك مع الدائرة بأي نقطة. أو إذا قلنا أخذنا التعريف الآخر اللي بيعتمد على بعد عن المركز، إذا كان البعد بين المركز والمستقيم أكبر من نصف القطر خارج دائرة، إذا يساوي نصف القطر بيكون مماس، وإذا أقل بيكون قاطع. الكورد اللي هو الكريم الوتر كوزيتون للقاطع، لا الوتر
هلا شوف، نحن عم نقول انا هاد وتر، عرفت الوتر بانه هو قطع مستقيمه. هون لما عم نقول قاطع عم نحكي عن مستقيم. ايه هلا هاد طبعا اذا مددت انه صار هذا مستقيم قاطع. التسميات العريضه يعني او الاصليه، انتبه للفرق بينها، يعني بين المستقيم وبين قطعه مستقيمه. القطعه المستقيمه هي بتكون جزء من مستقيم محدد بنقطتين. القطعه المستقيمه بيكون في لها حامل اللي هو المستقيم اللي قصيناها منه. طبعا القطر قلنا هو وتر بمر من المركز، وهو بيساوي 2 من نصف القطر. روح للقانون الثاني قبل الصفحة اللي بعدها، يعني بكل الكرة الأرضية المفروض نبلش بالزاوية المركزية وليس المحيطية، بس هالكتاب بالعكس. الزاوية المركزية هي زاوية رأس مركز الدائرة. طبعا الزاوية في إلى رأس وضلعين، فرأسها بيكون مركز الدائرة وأضلاعها أنصاف أقطار. قياس الزاوية المركزية يساوي قياس القوس المقابل. أوف، ليش القوس فيه له قياس؟ نعم، له مو بس قياس واحد، له قياسين. يعني لما ينطلب منا قياس القوس، يا بيكون مطلوب قياسه بالدرجات يا أما لا، ما قصدي على وحدة القياس، يا أما طوله. يعني الدائرة هي 360 درجة من جهة، وهي إلى محيط بينقاس بالمتر، له قانون 2 باي بي ار. فهون شو بيكون سؤاله؟ إذا كان يعني عم يسألني إياه بالدرجات، فأنا راح أطبق قانون الدرجات. إذا كان كطول وبيحطه بين خطين تبع الطويلة، فبدي احسبه حسب قانون المحيط. يعني استاذ هلا اذا هو بده جي، تمام، هي تكون نصف الالفا اللي هي قوس القوس اي جي بي، هاد اي جي بي، هاد بيساوي الفا. المركزيه تساوي القوس، قياس الزاويه المركزيه يساوي قياس القوس. المحيطيه بتساوي نصف القوس. فالزاوية المركزية تساوي نصف، تساوي القوس المقابل. هلا المحيطية طبعا هي زاوية رأسة على محيط الدائرة وأضلاع أوتار. انتبهت الفرق؟ أضلاع الزاوية المحيطية أوتار. أما الزاوية الأضلاع الأضلعين، الزاوية المحيطية أضلاع أوتار، أما الزاوية المركزية أضلاع أنصاف أقطار. الزاوية المحيطية رأسها على المحيط، الزاوية المركزية رأسها في المركز. هلا قياس الزاوية المحيطية يساوي نصف القوس. الزاوية المحيطية أيوة على المحيط. السؤال الأول عم يقول لي احسب قياس القوس AB، بس كتبنا إياه بهذا الشكل MAB في فوق إشارة القوس، مع تحسب بالدرجات. هلا إذا كانت D 32
والقوس اي بي مقابل للزاوية دي معناها لازم يكون 32 ضرب 2 64. ممكن بس نعيد نقول يعني هلا اذا كانت الزاويه المحيطيه نصف قياس القوس فالقوس ضعف قياس الزاويه. السؤال الثاني الزاويه كيف اكتب رمز القوس هيك بس قوس بس متشقلب اه مثل ما مكتوبة هاي 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 السؤال الثاني بدنا قياس ألفا. ألفا انتبه مانا مركزية هلا الزاوية دي آ سي مين بتقابل؟ قابل قوس دي سي تمام؟ ما بحكي مركز طولي بالك هاي 37 فايش قد رح يكون دي سي 37 بي 2 طيب ما رح احسبها بس لانه شوفوا الزاويه دي بي سي كمان محيطيه تقابل القوس دي سي فهي بتساوي نصف القوس فرح تكون 37 يعني هون اذا الزاويتين المحيطيتين اللي بيقابلوا نفس القوس بيكونوا متساويتين فهي 37 مثل هي لانه اثنيناتهم قابلوا نفس القوس المحيطيتين المقابلتين لنفس القوس متساويتين طيب هلا لما عرفت انه هي 37 وهي 25 هدول مجموعا مو بيساوي الفا الخارجيه الخارجيه في هذا المثلث فالفا صار 37 زائد 25 لا السؤال الثالث بدنا اكس طيب شوف الزاوية بي شو بتقابل تقابل قوس دي سي يعني هاد دي سي كم قياسه صار 80 لانه 40 ضرب 2 والاكس 40 طيب شوف الزاوية سي مين بتقابل قوس اي بي سي طلع فهاي ال 75 شو بصير هون 150 طيب هلا بي سي مقطر يعني صار هاد نص دائرة هون 150 شو ضل لل 180 فهاي الشقفة هون 30 سي اي ضل 30 بي سي قطر قسم الدائرة لنصين يعني 180 تحت 180 فوق ال 180 اخذنا منها 150 هون ضل الاي سي 30 هلا ارجع للقوس هذا سي دي اخذنا منه 30 شو ضل هون للاي دي 50 تمام بالتالي اكس 25 لانه هي نصف القوس هيك الدائرة هلا بيجي الامتحان نعم الامتحان بيجي 10 اسئله هندسه حسب حظك 5 7 5 7 في مجمع كل الدروس لا لا ما بيجي ما بيجي كل شيء بس شو بيعرفني شو بده يجي؟ ايوه بس يعني ممكن غير جامعه تجيب لك غير درس يعني ممكن الجامعات تجيب لك مثلا يعني مثلا اللي بده يجيك في اسطنبول غير بده يجيك في اولوداغ غير بده يجيك في اتاتورك فبصي شامل يهندس تكنيك اسئله الهندسه سؤال اول في احتياج هندسه في اسمه يهندس تكنيك جامعات
سؤال أول عم يقول لك احسب ألفا، ألفا محيطية وبتحصر القوس AB اللي نفسه بتحصر الزاوية المركزية 100. فهلأ إذا القوس 100 فالمحيطية كم بدها تساوي؟ 50 نصه. فإذا لما بيكون في عندي زاوية محيطية وزاوية مركزية مشتركين بنفس القوس فورا بقسم المركزية على 2. السؤال أيوة، لما يكون عندك أنت زاوية من مركز الدائرة على المحيط، قياس الزاوية يكون قد قياس القوس؟ إيه. السؤال الثاني بدنا القوس اي بي، هاد الفا تفوتي هي هذا كلياته الاسي 90، لانه المركزيه 90 صح. هلا شوف لي المحيطيه دي بتقابل سي بي اللي هي 110 صارت، فشو ضل من 90؟ 20. سؤال ثالث، لا معين ما لا لا ما ما ب... ما نمشي. طب ال A B 160. طيب يعني B إيش قد؟ 200. شو هو؟ مو هون 160. شو ضل من الدائرة؟ 200 اللي هي مين بتقابل؟ السي، سي محيطية معناتها السي 100. كيف الزاوية سي محيطية تقابل القوس ب شلون شو ليك أو تارة هذا أضلاع سي بي وسي آه هني أضلاع، وين وصل بي؟ وين وصل الضلع الاول لبي؟ وين وصل الضلع الثاني لا؟ معناتها من ا لبي هذا كله هي بتقابله. فهلا هذا رباعي، مجموع زوايا 360 160 260 290 ايوه، فالفا بساوي 360 ناقص جدلنا 290. السؤال قد مجموع الزوايا اللي يعني 360 صفحة 373 الزاوية المماسية. الزاوية المماسية قلنا الزاوية إلى رأس وضلعين، فضل رأسها على محيط الدائرة مثل المحيطية، بس شو الخلاف؟ إنه بدل ما كان المحيطية أضلاعها هن وترين، هون أضلاع على المماسية هن وتر وضلع، وتر ومماس، وتر ومماس. فإذا بما أنه في وتر بالقصة فبدها تحصر قوس، القوس الوتر لحاله بيحصر قوس. يعني شوف هون بس إذا رسمنا وتر، هذا الوتر حصر هاي القوس، فالزاوية المماسية بتحصر قوس بوتره، بس شو قياسها؟ مثل المحيطية، نصف القوس المقابل. كيف هي شو اللي حصر؟ شو حصر بي اي هاي حصرت القوس هذا، هذا القوس كم قياسه؟ منين بجيب قياسه انا؟ منين بجيب قياس القوس؟ من المركزية المقابلة او جمع وطرح مثل ما هلا كنا عم نعمل. ف الزاوية هاي ألفا بتساوي نص القوس، بس ما أحسبه. هي زاوية. السؤال الأول ألفا، هلا إذا عرفت قياس القوس بي أي بي بقسمه على 2 بيطلع ألفا. اي بي 80 شلون عرفتها؟ لانه في عندك زاويه محيطيه بتقابله، والزاويه المحيطيه 40، فاذا اي بي 80. هلا ارجع اسمع 2، ف
فإذا هون بحسن ارجع قول مشان ما اعمل عملية زيادة، لما بلاقي محيطية ومماسية بيحصلوا نفس القوس بقول انه هن متساويتين. مع نسبة الترجمة تفضل، شو يعني محيطية ومماسية؟ المماسية بعرفها، شو يعني محيطية ومركزية؟ انت كله هذا بالخمس دقائق اللي طلعتها. حياة الله هلا ثواني. المركزية هي السنترال. شوف شوف المركزية بيكون رأسها في مركز الدائرة مثل هاي. طلع السؤال الثاني، هاي مركزية ليه؟ لأنه رأسها في مركز الدائرة طبعا، وأضلاعها هن أنصاف أقطار. أما المحيطية رأسها بيكون على محيط الدائرة مثل الأرض. حلينا الأول. ثاني يعني إذا كانوا الزاوية محيطية ومسيه يحصل نفس الزاوية نفس القوس يكونوا متساويين. هلا عم يقول لك AD قطر، ها انتبه، عندك AD 44 AD 44 تمام. القطر خلص هين القطر مو هاد كله 180 ناقص 44 شو بيضل؟ 140 136. هلا الفا هي مماسية فبدها تكون نص ال 136. السؤال الثالث بدنا قياس الزاوية ABC. طيب هلا القوس AB 60، القوس BC 80، هدول مع بعض 140. شو ضل ال AC 220، هي 360 ناقص. هلا هاي هي محيطية فنص ال 220، يعني المماسية والمحيطية هي نزلت، يعني هلا الـ AC 120 صح؟ الـ AC 220 لا يعني الـ AC من هيك من الجهة هاي، من الجهة هاي 120 140 الجهة هذي 120 والله ظريف الدائرة. هاي نفس الفكرة كنا عم نحكي فيها، لا المماسية والمحيطية اللي بيقابلوا نفس القوس متساويتين. سؤال أول احسب لنا ألفا، هلا ألفا ما راح تطلع معي مباشرة. طيب شوف القوس اي دي كم؟ 70. بالتالي هاي المماسية هاي اللي هون كم؟ 35. طيب خمسة وأربعين وخمسة وثلاثين وخمسة وثلاثين وألفا كلهم مع بعض 180. خمسة وثلاثين زائد هاي ألفا زائد خمسة وثلاثين زائد خمسة وأربعين فشاد دول 115، فألفا زائد 115 السؤال الثاني احسب لنا الزاوية COB CO المركزية. شوف شو في عنا، هاي مين بتساوي؟ هاي لا، هاي محيطية وهاي مماسية بيقابلوا قوس BC نفسه، فإذا 2 ألفا زائد 10 بيساوي 3 ألفا ناقص 10 يعني ألفا بيساوي 20. أيوة بما انه طريقه حسب القوس اذا كان بالزاويه المحيطيه او المماسيه هي زادها معناتها بتصير الزاويه يعني الاي هي 50، بالتالي هاي 50 وهاي 100. السؤال الثالث ليش ترجع تطلع فوق شوي؟ وصل كيف طلعت معك
ومركزية بتساوي القوس والمحيطية بتساوي نص القوس، فإذا المركزية بتساوي ضعف المحيطية المشتركة مع بالقوس، أو إذا قلت العكس المركزية نص المماح المحيطية نصف المركزية. ثالث بدنا ألف ألف ألف. طيب البي جي طيب لحظة هي 70 و 40 110 ضل 70 لا أوجه يعني وين 70؟ بس الـ ACB 70 اي سي مش كوز طيب بيطلع الـ AB أنت بس هي 70 و 140 لا لا هو عم يقول لي أسرع إنه الـ C كام؟ 70 بس هي بيطلع الـ AB بالتالي هي 70 وهي 70 يعني هدول ما لهم داعي ليه؟ هاي 70 محيطية بتقابل قوس اي بي، رجعنا اي مماسية كمان بتقابل قوس اي بي، والبي كمان مماسية بتقابل قوس اي بي، فصاروا 70 70. طيب شو ضل الالفا؟ على فكرة انا معك يعني انا بلشت بس انت بدك بس ما بدي ما انا بدي 140 40 ضل 40 يطلع معك 70 70 هو اللي انت طالب اي بي مماسيه بتقابل نفس القوس اللي بتقابله هاي المحيطيه اللي هو اي مو مماسيه مين قوسها اي بي طيب وهاي اي سي بي محيطيه مين قوسها اي بي فصاروا متساويتين اي بما ان نفس القوس نفس الزاويه طبعا وهذا متساوي الساقين راح ناخذه بعد شوي لانه من النقطه دي رسمنا مماسين متساويين يعني اذا بدك ما تحسب الزاويه بي بنفس الطريقه هذا دلتا اي يعني لا لا بلد. لا طب خلص لانه لو دلتا اي لانه لو دلتا اي لازم هذا يساوي هذا طب صار هذا اسمه خلاص اي وصل معين ما 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 له اسم ولا له رباعي دائري ولا رباعي لا رباعي بس ما له دائري بعرف رباعي بس مشان هيك بدي اعرف اطلع لا استاذ انا بقول لك شو هذا هذا ثلاثي دائري صفحة 374 الزوايا طبعا هذا فزلكي هذا الخامس لانه نحن اصلا اعتمدنا عليه انه الزوايا المحيطية المقابلة لنفس القوس متساوية يعني الزاوية المحيطية التي تقابل نصف دائرة الزاوية المحيطية مثلا مو بتقابل نصف دائرة شد نصف الدائرة فهي بتكون 90 ما هي محيطية نصها يعني كمان نحن هذا هلا هون انتبه لشغلة انه لما بيكون في عندك مثلث قائم وين مركز الدائرة المارة برؤوسه بنصف الوتر نعم اول واحد مو بدنا نحط اكس زائد 22 يساوي 2 اكس ناقص 10 خلاص بتي واللي تحت نفس الصفحه 375 رجعنا السؤال الثالث السؤال الثاني هذا شو الرقم هذا أنا ماشي في الدائرة هاي هون في دائرة ما بشوفوها غير الأذكياء وهون كمالة كمالته كمان ما بشوفوها غير الأذكياء التانية الأذكى منها ليه؟ لأنه ودي بي هو قطر في هاي الدائرة لأنه دي آ بي مثلث قائم بمر من رؤوسه دائرة مركزها منتصف الوتر وسبحان الله دي بي كمان وتر بالمثلث القائم الثاني فايضا الدائره الماره برؤوسه هي مركزها منتصف الوتر يعني الدائره الماره برؤوس المثلث اي دي بي والدائره الماره برؤوس المثلث سي بي دي هي نفسها سو هاي 27
راح تصير دي سي او بلا دي سي اي هاي الزاويه هاي دي ار سي تساوي الزاويه 27 ليه؟ لانه اثنيناتهم قابلوا نفس هذا القوس. طيب يعني هاي تساوي 27 يعني تصير ايوه 90 ناقص 27 صفحة 375 الرباعي الدائري. الصفة المميزة للرباعي الدائري، الرباعي الدائري هي انه كل زاويتين متقابلتين مجموعهم 180. ليش سميناه رباعي دائري؟ انه هو الرباعي الدائري رباعي تقع رؤوسه على دائرة واحدة، على دائرة واحدة. يعني متوازي الاضلاع ما هو رباعي دائري. لأنه ما فيه كل زاويتين متقابلتين مجموعة 180، أما المستطيل المربع بيزبط. شبه المنحرف ما بنعرف. أحياناً ممكن إيه أحياناً لا. لازم يكونوا استاذ الزاويه اللي بين بعض 180 مجموع الزاويتين المتقابلتين كل 180 على محيط الدائره. ايوه السؤال الاول عم يقول لي احسب لي يعني احسب لي بيتا واحسب لي الفا. هلا بما انه انا شفته بعيني مرسوم على دائره فمعناته هو رباعي دائري، بالتالي بيتا بتساوي ال 180 ناقص 75. هاي البيتا 180 ناقص 75 ف 105 والالفا 180 ناقص 82 هلا بالفا او بيتا ناقص الفا 7. السؤال الثاني ما حكى لي انه هو رباعي دائري. ايه طيب شلون بدنا نعرف؟ هذول 100 وهذول 80. طبعا انت لما بدي يجيك هذا السؤال بالامتحان انت ما انك عارفها من انو درس ففورا نجمع الزوايا. يعني لانه ممكن يطلع لي شيء احلى من 180 انه يطلع لي 90 شيء يطلع شوف كذا. فاذا طلع لي 90 يا يعني افضل. ليش؟ لانه بصير عندي كل في صغارس واخواته بنحسن نقبي عليهم الشباب. إيه. فاذا اول شغله لازم تخطر لك انك تجمع الزوايا. طبعا جماعه هدول طلعوا 80 يعني خاب املك، ارجع اجمع الثانيات برجع بخيب املك مره ثانيه، بس اجمع المجموعين طيب. فاذا هذا صار رباعي دائري. بما انه رباعي دائري فهي 32 راح تساوي هي اما ايوه اما رسوم الدائره وبتعرف انه حصروا نفس القوس او في خاصه كان يكتبوها بكتبنا الصف التاسع بس هون ما مكتوبه انه في الرباعي الدائري الزاويه او الزاويتين اللي بيكونوا محصورات بين قطرين. شوف هلا بي دي قطر واي سي قطر وضلعين متقابلين بيكونوا متساويتين. خلص انت تشوف عندهم نفس القوس. غير هلا مشان ترسم الهدف شوف انه نفس الباس تبعي قاعده نفس القاعده. فهون كمان هي 30 بدها تطلع هي 30 هي. السؤال الثالث القوس هذا قبل شوف المثلث A B C منه حسب لنا B B 32 و 78 110 شو ضل 70 طيب هلا هاي 70 معناتها ألفا ألفا كمالتها لل 180 بس 70 هي الزاويه متقابلتين فهي 110 زاويتين متقابلتين مجموع 180. القانون الثامن هلا بلشنا بالشيء الجميل
لذيذ. يعني قانون ما نمعدي علينا من قبل، انه اذا في عندي وترين متقاطعين داخل دائرة، هلا الاوتار ما بالضرورة تتقاطع ولا حتى تتوازى، يعني ممكن يكونوا لا متقاطعين ولا متوازيين داخل الدائرة. طبعا اذا مديتهم اكيد رح يتقاطع. هلا اذا كان في عندي وترين متقاطعين داخل دائرة، شو قياس الزاوية بيناتهم؟ هي مجموع القوسين موطول قياس كدرجات، قياس القوسين على 2. سؤال أول، احسب ألفا، اعطيني اي بي 100 وسي دي 70، معناتها 100 زائد 70 على 2. تطبيق مباشر هون. القوسين المتقابلين طبعا. السؤال الثاني، بعد ما نسمع اثنين لك شو بدنا؟ هاي الالفا انتبه شو يعطيك معطيات اي بي سي تساوي الاضلاع، اي بي سي بتساوي الاضلاع. ال سي اي دي 30، لانه هي 30 فهي 30 مثلها. ليش مش لان هذا مثلث 30 بتساوي الاضلاع، بتساوي الاضلاع، بتساوي الاضلاع اي بي سي. يعني هذيك فحطيت 60 60 وهي 30. اوكي. هلا وين صارت الفا؟ هلا 60 الدي 60 فمعناتها الـ AB 120. هتشتغل على الـ ABD وعملك على الـ ABC؟ لا هتشتغل على الـ ABD؟ طيب هاي 30 60 هاي 60 اللي فوق أكثر لا 90 30 هاي 90 90 بطل بطل خلاص خلاص تيز تيز لازم تحطها حل 30 60 لأنه بطل 90 60 30 بطل خلاص معناته الألف بطل إنكريت الأول ثواني. هلا هاي 60 فهي 120 بدي هلا هاي بما انه هذا 90 فاذا بي دي صار قطر 180 يعني بي دي سي 180 اي قول قول هو عم يعمل لك على اي بي سي اللي هو اكلاترال معك ايه طيب هلا انت حطيته 90 60 30 بطل صار بطل لازم يكون 60 60 60 يعني بيكون بي هي القائمة مش القطر. ما عندك هي القائمة صار اي دي هو القطر يعني صار سي دي 120 سي مش سي لا هاي 120 الاي سي 120 وديك الوالد ضل 120 طب ليه ما قدر يبدأ له الاي دي صارت 120 اي سي 60 لانه ال 60 كلها الكبيرة وهي 60 اه فاذا الفا صار 120 زائد 60 على 2 البي كلها 60 يعني القوس اللي بيقابلها هو اي يعني الاي دي اصلا اي دي كله 120 اي دي شوفي A B C A B C هو المتساوي الأضلاع بالتالي هاي بس دي بس هاي تمام طيب هلا طلعنا هاي تحت 60 لأنه الدائرة عفوا A D صار قطر طيب يعني هاي صارت هاي 180 شيل 120 ضل 60 او اذا بدك الزاوية بي 30 فالمقابل لها 60 60 فصارت 120 طبعا على انه اسئلة جمعنا القانون هو ما قال لك انه الاي مركز ما مركز ما هذا قانون لا لا ما بيهم ما لازم تكون مركز او مو ما لازم ما بيهم
هي بس الزاوية اللي بتتشكل من تقاطع الوترين. لما قلت ان الاي بيساوي بي وترين، ايه طيب فاهم، لانه هي الزاوية 90. وعلى كل حال تحسن طالع بدون هاي وبدون هاي، لانه هاي 30 فمقابلة 60، هاي 60 مقابلة 120، خلصت. هذا القانون. هلا عامل لك اي بي قطر، يعني هون 180، بس هاي ما بتلزمني. او معلش احسب بيتا، بيتا بيساوي 180 زائد 40 على 2 ف 110. هلا اذا هي 110 شو الفا المجاوره لها؟ 70. 70 بصير في نقطه ثانيه بيتا، ال ا اعتبر انه الاي دي 40 معناته ال ا 20. الاي دي 40، لحظه، ال ا هاي، لا ال ا اللي جبتها هاي، اذا رسمت مماس سلام هاي، يعني ما رسمت مماس ايه، بس ما حاليا ما بتكون نعم.